وكانت في منطقة ما الصدرعة الناس والهشاشة وكان الناس والهشاشة عاش في هذه المنطقة حياتهم باطلا، وأقضى عليهم المجاعة والهيف وإريفي، فإنه كان يبحثون عن غذائهم على الغابة ويأكلون رائحة الحصان والقرود والثعابين الوسطى التي تعيش في البحور وتعيش في الصخور. فإن هذه الأفات السامة تقش خطر على حياة الإنسان، تقتل الصغار وكبارا في السن. هذه الأفات السامة تبيض مئات بيضاء، 50 تفررا و50 تقضضا. وهذا الثعبان فإنه يمشي على جانبه وتشياه، ويشفل الزيتون ويبحث عن غذائه ويأكل. إنه ليس يأكل الدواز والخبز، فإنه يأكل احتضان فقط ويشرب البيض. فإن وقال في الإقليم الهشاشة جمال والله ما جبني لكن يا انت شكاس غير الله يعني وقدر ما زيد انت ما زيد وطفاير بير زعما داس المهم دنا زعما دارسنا لكن المنطقة اللي تعتبر المغربي شلا غير هاتي هاتي سالمي مدنا ام دنيش لا المنطقة يا فإن هذه امرأة هزت الإشارة على ظهرها وخلفها، فإنه تمشي ببطء والبست في وألبست الصبات الرجاء صبات الجزاوي من الرجاء. وكان في هذه المنطقة الناس يعملون في هذه الطين ويعمل ويشرب أرقو من إثقي. فإذا أن هذه امرأة فإن موسخة عاشت حياتها باطلة في هذه المنطقة، فإنها تسمم وتبحث عن غذائها ويحاربون في هذا السكن غير لائق، ويبحثون عن الهشاشة الذي كانت في هذه المنطقة ما الصدرعة، فإنها كان البقر الرومي يأكل الشمندرة واللقطة، والبلدي يأكل الحشلفة والشعير. هو وبالأقرب دوار العصفور يغرد والدجاجة تجمجر كهكذا.